بعيدا عن أصوات القصف والدمار الذي اعتاد عليه الفلسطينيون، تعلو الأغاني التراثية العريقة في مهرجان فلسطين الدولي 2018 تحت عنوان 70 عاما على النكبة، بتنفيذ مركز الفن الشعبي الفلسطيني ليكون إحياء الذكرى بتخليد الفنون الفلسطينية. احنا دائما بنسعى كشعب فلسطيني سواء في غزة في الضفة في الشتات، دائما متمسكين بالحياة، وهدفنا انه نعود اولادنا على ارتباطهم بالوطن، وبنفس الوقت انه مش لانه احنا تحت الحصار والاحتلال انه احنا نفقد املنا بالحياة او تمسكنا فيها، فهذا جزء من هاي النشاطات اللي احنا بنسعى دائما لانه اولادنا يشاركوا فيها. الاوضاع الصعبة تنعاش ولكن تبقى السعادة إلها لذتها، يبقى هذا الشعب محافظ على يعني أوج زينته في موضوع السعادة، قادر على الابتسام، قادر على يعني نشر الفرح رغم الألم اللي بنعيش فيه. أغاني من الفلكلور الفلسطيني تفاعل معها الجمهور، والتي تعكس حبه لتراث شعبي يحارب للتصدي لكل محاولات طمسه. غزة كل يوم تودع شهداء، غزة اعتادت على الحروب، غزة مهددة دائما من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فهذه رسالة من غزة إلى العالم أجمع أن غزة لا تحب الدم ولا تحب أن تودع كل يوم شهداء أو يسقط عندها جرحى، غزة تحب الحياة ولكن أيضا غزة تدافع عن كرامتها. هذا الحضور مختلف الفئات والأعمار يدلل حب الفلسطينيين للحياة ما استطاعوا إليها سبيلا. حتى ساعات الفرح والمرح يحاول الفلسطينيون أن يسخروها لنصرة قضيتهم وللتمثل بشكل كبير في تراثهم الشعبي العريق والذي يعاني من محاولات عدة لطمسه. محمد أبو نموس، الغد، غزة، فلسطين.